السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف الثاني في درس جديد بعنوان طرح العشرات والآحاد على لوحة المئة، الجزء الثاني. الدرس الأول من الوحدة الخامسة، طرح الأعداد حتى مئة باستعمال طرائق مختلفة. قيمتنا لهذا الأسبوع العطف على الصغير. ولنتعرف معا على هدفنا الذي سوف نحققه في نهاية هذا الدرس بإذن الله، وأن تحل عزيزة الطالبة مسائل لفظية لإيجاد ناتج طرح العشرات والآحاد باستخدام لوحة المئة. لكن بداية لنتذكر معا ما هي خطوات الحل. أولا نحدد العدد الكبير على لوحة المئة، ثم بعد ذلك نتحرك باتجاه الأعلى عموديا بمقدار عشرات العدد الصغير. ثالثا نتحرك أفقيا باتجاه اليسار بمقدار آحاد العدد الصغير. لدينا المسألة التالية، لنقرأ معا رأس السؤال. استعمل لوحة المئة لحل المسائل الأدنى. تدريب 15 صفحة 222. لنقرأ المسألة معا. تحتوي لعب الجاسم على 98 قطعة تركيب. ركب جاسم 55 قطعة معا. ما عدد القطع التي لا يزال على جاسم تركيبها لإكمال اللعبة؟ إذن لدينا مسألة لفظية. هل تذكرون ما هي خطوات حل المسائل اللفظية؟ نعم، لابد في البداية من قراءة المسألة بتمعن، بعد ذلك أقوم بتحديد المعطيات والمطلوب. إذن ما هي المعطيات في هذه المسألة؟ نعم، لدى جاسم 98 قطعة تركيب، ركب منها أيضا 55 قطعة معا. ما المطلوب الآن؟ ماذا يريد مني أن أجد؟ يريد إيجاد عدد القطع التي لا يزال على جاسم تركيبها لإكمال اللعبة. لنكتب معا جملة الطرح. 98 ناقص 55. لنطرح معا باستعمال لوحة المئة. في البداية لنراجع الخطوات. قوم بتحديد العدد الكبير 98 على لوحة المئة. بعد ذلك ماذا أفعل؟ نعم، أتحرك باتجاه الأعلى عموديا بمقدار عشرات العدد 55. ما هي عشرات العدد 55؟ 5. إذن أتحرك باتجاه الأعلى بمقدار 5 خطوات. بعد ذلك ماذا أفعل؟ نعم، أتحرك أفقيا باتجاه اليسار بمقدار آحاد العدد 55. والناتج هو 43. أحسنتي. إذن لا يزال على جاسم تركيب 43 قطعة حتى ينهي اللعبة. تدريب 16 صفحة 222. لنقرأ معا السؤال. يتضمن اختبار 86 سؤالا. ما زال على غادة أن تجيب عن 23 سؤالا إضافيا لإكمال الاختبار. ما عدد أسئلة الاختبار التي أجابت عنها غادة؟ إذن في البداية مسألة لفظية، نقوم بتحديد المعطيات والمطلوب. ما معطيات المسألة؟ نعم، لدي اختبار فيه 86 سؤالا. المعطى الثاني، تبقى لدى غادة أن تجيب عن 23 سؤالا إضافيا. طيب ما المطلوب؟
يريد مني معرفة ما عدد أسئلة الاختبار التي أجابت عنها غادة. لنكتب جملة الطرح ونستعين بلوحة المئة من أجل إيجاد الطرح. إذن لدينا 86 سؤالا في الاختبار. تبقى على غادة أن تجيب عن 23 سؤالا إضافيا. إذن أريد معرفة ما عدد الأسئلة التي أجابت عنها غادة. لنتذكر الخطوات، نقوم في البداية بتحديد العدد الكبير على لوحة المئة. ما هو؟ 86. بعد ذلك أتحرك أين؟ نعم، عموديا. أتحرك عموديا بمقدار عشرات العدد الصغير، يعني أتحرك بمقدار خطوتين إلى أعلى. 76، 66. بعد ذلك ماذا أفعل؟ نعم، الخطوة الثالثة أتحرك أفقيا باتجاه اليسار بمقدار أحد العدد، يعني أتحرك ثلاث خطوات باتجاه اليسار. هيا نتحرك. 63. أحسنتي. تدريب 18 صفحة 222. لنقرأ معا السؤال. لدى هالة 75 زرا، 49 منها خضراء وبقية الأزرار حمراء، ما عدد الأزرار الحمراء؟ كما تعلمنا نقوم بتحديد المعطيات والمطلوب في البداية. ما معطيات المسألة؟ نعم، لدى هالة 75 زرا. ما المعطي الثاني؟ 49 من هذه الأزرار لونها أخضر. ما المطلوب؟ يريد معرفة عدد الأزرار الحمراء. إذن لنكتب معا جملة الطرح. 75 زرا، 49 من هذه الأزرار خضراء، ويريد مني إيجاد عدد الأزرار الحمراء باستعمال لوحة المئة. هل تذكرون الخطوات؟ نعم. إذن نقوم في البداية بتحديد العدد الكبير 75 على لوحة المئة. أين هو 75؟ ها هو، نقوم بتحديده. بعد ذلك أحسنتي، نتجه باتجاه الأعلى بمقدار عشرات العدد الصغير، بمقدار 4. وبعد ذلك نتجه أفقيا باتجاه اليسار بمقدار أحد العدد الصغير. نعم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. والناتج ما هو؟ 26. إذن عدد الأزرار الحمراء 26 زرا. والآن عزيزتي الطالبة، حاول التمرن على حل المسائل اللفظية باستخدام لوحة المئة من خلال حل تمرين 12 صفحة 224.